أعلنت وزارة البترول والثروة المدنية أن صفقة استحواذ شركة أنجلو أشانتي على شركة سانتامين المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المدنية في منجم السكري للذهب ليس لها أي تأثير على حقوق الدولة المصرية في منجم السكري وإيراداته. وأكدت الوزارة أن شركة السكري لمناجم الذهب ستظل هي الشركة المشتركة والقائمة بالعمليات كما هي دون أي تعديل، حيث أن شركة السكري هي شركة مشتركة بنسبة 50% لهيئة الثروة المعدنية و50% للشركة الفرعونية لمناجم الذهب، الأمر الذي لا يترتب على هذا الاستحواذ أي تأثير على الشركة القائمة بالعمليات. أفاد البيان أن صفقة الاستحواذ لا تستلزم موافقة الجانب المصري، لأن الاستحواذ يشمل جميع أسهم شركة سانتامين وبجميع مناطق عملها بالعالم. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت نحو 3,600,000,000 جنيه. ربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه عند مستوى 2,474,000,000 جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 30,485 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 44% ليغلق عند مستوى 7,100 نقطتين. ارتفع مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 81% ليغلق عند مستوى 10,158 نقطة. في أسواق البترول العالمية سجلت أسعار النفط ارتفاعا بسبب القلق من تأثير العاصفة المدارية فرانسين في إمكانية تعطيل إمدادات الخام. على صعيد التداولات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 14% لتصل إلى 69 دولار و33 سنت للبرميل، كما صعدت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 35% ليصل إلى 65 دولار و98 سنت للبرميل. ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.77% لتصل إلى $2.09 للتر، كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.81% لتسجل نحو $2.31 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تباطأ التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي ليلامس أدنى مستوى في نحو 3 سنوات ونصف. أظهرت البيانات أن التضخم السنوي في أكبر اقتصاد في العالم قد تباطأ للشهر الخامس على التوالي إلى 2.5% على أساس سنوي خلال أغسطس، بما يتماشى مع التوقعات مقابل 2.9% في يوليو الماضي.